حصرون مثل ما بنعرف نحن هي ضايعة بقضاء بشري. اللي بيجي لبيزورها أول ما بينتبه بيطلع فيها، يعني بأول ملقى لقلها بيشوفها مثل بيوت أرميت أحمر، بتشبه مثل وردة حمراء بين الجبال، بتلفت نظر كل الناس اللي عم بيمرقوا حدا ينزلوا يزوروها، وهالشي بيخلي إنه الإنسان يستكشف شو معقول تكون هالضايعة اللي حجارة أثرية والبيوت أرميت. حصرون حافظت على الطابع التراثي فيها، إن كان من أجيال سابقة أو من هلأ كبلدية، نحن كرئيس بلدية ونحن كمجلس البلدي عم نجرب إنه نحافظ على هالتراث اللي موجود بين إيدينا، لأنه هذا شيء إرث تركوه لنا أجيال سابقة. كمان البلدية عم بتجرب قد ما فيها أنه كل الرخص اللي بدها تكون موجودة الجديدة بحجر يكون ملبس حجر الحيطان تبعونا، والأرميد يغطي سطوحة، لأنه هالشي بيميزها عن كل مناطق القضاء بشري اللي موجودين نحن حوالينا. نوع الحجر اللي موجود بالبيوت اللي نحن عنا بحصرون بيميزنا، اللي هو في لون أزرق شوي. في عنا القناطر اللي هي بتميز الشخص الحصروني اللي ما عمروه، يعني البنائين اللي كانوا يشتغلوا بحصرون كان عندهم سيستم معين يرسموا فيه القناطر، وهذا الشيء ميزنا نحن كمان بهالشيء. الترميم اللي عم بيصير للبيوت الجديده اللي موجوده بحصرون كمان عم بيكون عم بيتحافظ على التراث اللي موجود فيه.